تحولات جيواستراتيجية كبيرة يشهدها العالم مؤخراً. فما قبل الحرب الروسية الأوكرانية يختلف بالطبع عما بعد الحرب. وفي ظل هذه التغيرات، تحاول الولايات المتحدة إنهاء حالة الفتور بينها وبين القارة السمراء منذ آخر قمة أمريكية إفريقية في 2014. فعلى الرغم من الاهتمام المقصور على الشق الأمني فقط في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، فإن إدارة بايدن تأخذ مساراً مختلفاً في محاولة لتعزيز العلاقات مع إفريقيا بأبعادها الشاملة، أمنية، عسكرية، وسياسية واقتصادية أيضاً. سياسياً، تسعى الولايات المتحدة إلى كسب دعم وتأييد الدول الإفريقية في مواجهة روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، فلقد صوتت 23 دولة إفريقية لصالح روسيا في الأمم المتحدة، كما أن بلورة رؤية إفريقية موحدة على المستوى السياسي تعد أمراً بالغ الأهمية للولايات المتحدة، ليس في قضية بعينها، ولكن على المستوى الدولي، إذ يبلغ عدد دول القارة 54 دولة، تصبح الولايات المتحدة في وضع آمن إذا استطاعت كسب الموقف السياسي لصالحها. على الجانب الاقتصادي، تستهدف القمة الأمريكية الإفريقية تفعيل وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع القارة في إطار المبادرات العديدة التي طرحتها الولايات المتحدة في السابق، مثل مبادرة ازدهار لتعزيز حرية التجارة بين الجانبين، وفي إطار منافسة القوى الكبرى الأخرى في إفريقيا. ما يفرض التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والقارة الإفريقية أيضاً هو أن حجم التبادل التجاري بين أمريكا وإفريقيا يبلغ نحو 63 مليار دولار، والذي يقل كثيراً عن حجم التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا الذي يتجاوز 254 ملياراً، الأمر الذي يجعل الصين الشريك التجاري الأول للقارة. وفي الوقت نفسه، تتوجه أنظار روسيا نحو تطوير علاقاتها ونفوذها في القارة الإفريقية، لكنه بالطبع يظل محدوداً إذا ما قورن بالصين. ومع انطلاق القمة، يرى مراقبون أن القمة الأمريكية الإفريقية يعتبرها الرئيس الأمريكي جو بايدن ترمم العلاقات بين واشنطن ودول القارة. فهل تؤتي القمة بثمارها لتكتب عهداً جديداً بين الولايات المتحدة والقارة السمراء؟